ده هو ده اللي الاغاني بيعجبهم. والقنوات اللي اتفتحت عشان اغاني رهيبه ما ينفعش اساسا هو ده يبقى ذوق الفن او ده ذوق الغنى دلوقتي. طالما بيعجب ناس معينه لازم يكونوا تعالي بس هقول لك مش الناس ديت ما انت برضو انت اللي انت بتثقفيهم بفنك. ما انت لو هتقدمي لهم حاجه كويسه هيستفيدوا منها وهيركوا بالفن يعني بالذوق ده. يعني طبعا. لو انت بتخاطبيهم بالاغاني اللي احنا بنسمعها ما هيفضل شايفه ان المشاهد هو اللي بيغير الفن. لا بس لا بس يعني المشاهد هو يوم ما بيبقى عايز يا رندا خلي بالك برضو ان احنا بقت في قنوات اتفتحت اغاني كتيره قوي يعني ما ينفعش ان انا اقعد ابني يتفرج عليها يعني او بنتي او اي حد. ايه القنوات اللي فتحت بالمنظر ده وكملت؟ الناس دي مش هتكمل. احنا ما بنتكلمش على دلوقتي زي ما رندا كانت بتقول الفن يعني الناس هي اللي هتغير ده. اللي بيكمل بس تعالي نمسك كل الحاجات اللي حصلت قبل كده اللي كمل الناس اللي كانت بتشتغل صح. ايا كان بقى ان يبقى في طفره في حاجه. انا اصلا معترض على فيلم ان هو يتقال عليه فيلم مقاولات. انا معترض على الكونسبت ان انا بعمل فيلم مقاولات. فيلم مقاولات ده انا لو بعمل حاجه اللي هو ايام زمان لما كنت بعمل افلام تدخل الفيديو بس بالزبط. لكن وانس ان انا دخلت على شاشه سينما انا مش بعمل فيلم مقاولات. هو الفن كمان تاريخ بيفضل بعد كده. ممكن كل ده يبقى موجود فيلم هلس وفيلم تقيل وفيلم كله لحد النهارده بنتفرج على افلام شكوكو واسماعيل ياسين وافلام فيها بس ايه اللي هتفتكريه بعدين؟ لا ايه اللي الناس هتفتكره بعد كده؟ الضحك على فكره هدفهم. احنا كنا بنتفرج على فيلم عشان نضحك بالظبط. عمر ما حد اقول حاجه كمان. فيلم من الافلام اللي نزلت الفتره اللي فاتت اللي ممكن يتقال ان هي افلام مقاولات ما هو ما عملش ايرادات. يبقى المشكله مش في الشريحه ومش في الناس اللي احنا بنقول عليهم كده. مشكلة ان احنا ازاي نعمل فيلم ندخل فيه الناس. يعني في فيلم لسه كان نازل لمطرب شعبي وما عملش ايرادات بدون برضه مش بنجرح في حد وما عملش ايرادات. هي مالهاش علاقة على فكرة من غير ما نقول المطرب نقول اسمه. طب غير ما نعملش عدد اخر اغنية يا جدع يا جدع ما هنعملش الاغنية دي اساسا وحزين كده. يعني احنا خلينا نقول ان احنا بنتمنى ان الفترة اللي جاية نشوف حاجه في اغاني جديده بنسمعها في كلمات حلوه في معاني جميله بالزبط. في سينما نظيفه بمعنى انه العيله كلها تروح تتفرج عليها وافلام بقى نشوفها في مهرجانات. بصي لما هينزل فيلم شعبي كويس على فكره عدويه كان بيغني شعبي ولغايه دلوقتي بنسمعه وما عمرنا ما قلنا عليه انه ده مستواه. لا لا كانوا بيقولوا ساعات لا انا اسفه كل وبعد كده بكره هيقولوا سعد الصغير والله كان عظيم فينك يا فاهمة؟ لا عدوية لا لما أقول لك على حاجة أي حد بيخش السينما بيقطع تيكت ما بيقولش إنه اسم الفيلم. داخل فلان داخل أنا عايز فيلم ده نجاح ده مش نجاح ده يعني ملهاش علاقة. وبعدين هو ما بيغنيش كلمات قبيحة على فكرة هو بيغني غنى شعبي يعني هو موضوع عايز حلقة لوحده علشان نتناقش في تغيير من تاريخ الشعب المصري. أنا آخر حلقة جيت أنا اتخانقت بسبب الموضوع ده. هو كنت بدافع عن برضه خلاص لازم تمثلي لازم يكون ليكي نصيب في التصوير. ان شاء الله قريب هقلب شعبي. بشكركم نورتوني النهارده واستمتعنا جدا بيكم وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في رمضان اللي جاي. تختم بالغنى بقى هنغني اكيد بس عايزه كل واحد كده يقول لي امنيات السنه الجديده بقى في 2012 طبعا. هابي نيو يير. يلا. نعمل ايه انا ما سمعتش امنياتي في 2012. اولا كل سنه وانتم طيبين وميرسي على البرنامج الحلو وقنوات احنا دي قنوات اللي على طول شغاله تلفزيون حتى في المطبخ على طول مشغلينها يعني تلفزيون العيله قنوات العيله. ميرسي على البرنامج الحلو كل سنه وانتم طيبين وبتمنى ان على المستوى الشخصي اني اقدر احقق نفسي في الفن اقدر اعمل نجاحات كويسه وحاجات ما ندمش عليها وربنا يخلي لي اهلي يا رب ويا رب مصر تكون احسن يا رب وما نبقاش ما نعديش في فتره ازمه تاني او مش مشكله نعدي في ازمه بس نخرج منها بخير وسلام والعالم العربي كله كمان. رندا انا كنت عايزه اقول بس في اخر الحلقه ان احنا النهارده جايين كنا عشان نتكلم على حاجات كتير قوي مش اليشمك بس فاحنا مش استنقاص لاي يعني اي حد تاني في الكاست لان احنا لسه يعني كنا النهارده جايين عشان نرغي في حاجات كتير قوي وفعلا فتحنا مواضيع كتير. بقول لكم هابي نيو يير وميرسي برضو على الحلقه الحلوه ويا رب مصر فعلا تبقى دايما زي ما اتعودنا وزي ان هي بلد امان ان شاء الله نعدي الفتره اللي جايه على خير. استاذ اسماعيل والله يا كل سنه وانتم طيبين وانا مبسوط قوي بالبرنامج الحلو اللي احنا فيه ده والله ان شاء الله نعمل حلقه تانية بعد رمضان بعد عرض المسلسل بكل كاست اليشمك.
وبتمنى ان احنا يجي لنا ريس ان شاء الله. راعي ربنا فينا. والله شفتي انت قلت اغنيه حياتي بقى. انا عايزه ريس يلا مستنيينك. ما هي هتفكر النهارده في حاجات كتير قوي. هو معانا في رمضان او بعد رمضان كاست المسلسل كده وريس هنحط كوريا. بنتمنى ان احنا يجي لنا رئيس يراعي ربنا فينا ويطلع مصر من الازمه اللي هي فيها على خير ان شاء الله. واحنا ربنا هيحمينا يعني احنا ربنا حمينا وذاكر في, في 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 الكتب كلها السماويه ان هو حمينا ان شاء الله. تبقى سنه سعيده علينا. رب امين. المنتج مش لازم احنا عايزين ناكل. ان شاء الله تبقى سنه سعيده. ربنا يحقق امنيات كل الناس كل مصر تبقى الدنيا تهدى شويه. لغايه دلوقتي هي الحمد لله احنا كنا ما كناش نقدر نقعد هنا. ما كنت الصوت اصلا الضرب والصريخ كان واصل لنا. بس لسه محتاجين خطوات تاني كمصر يعني. البرنامج ميرسي طبعا للبرنامج. اتمنى بقى ان مستوى التلفزيون المصري يبقى كله زي البرنامج. يا رب تكون حلقتنا النهارده بداية الحلقة ممكن بكرة إن شاء الله في الإعادة من 7-8 صباحا. نشوفكم بكرة على خير وفريق عمل جديد بس هنختم مرن بقى وهتغني لنا أغنية أقول لكم صباحوا على خير. الليلة 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 يا سمرة يا سمرة يا سمرة. الليلة 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 يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة. لأنا كنت برا ولا مهاجر أنا اللي باكر. لأنا كنت برا ولا مهاجر أنا اللي جايلك من باكر. قلبي ولا البحر الهاد عيني ولا الجمرة الليلة 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 يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة.